قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قد يقول قائل: إذا كان غليظا على الكفار ومن الغلظة أن يقتل عليه الصلاة والسلام من يقاتل المسلمين، أليس كذلك؟ بلى. قد يقول قائل: إذا كان غليظا شديدا على الكفار فأين قول بعض العلماء في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذ قال: إنه رحمة حتى على الكافرين. أين تكون الرحمة مع إزهاق النفس؟ أمن الرحمة أن الله عز وجل من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكافر ألا يطول عمره حتى لا يزيد شرا على شر فيشتد عليه العذاب، بينما المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، وكما عند الترمذي: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله.